واصل الانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام، والشوط الثامن عشر في أشواط صباح هذا اليوم تعلن فيه الانطلاق عن الجعدان الفطاميين في مسيرة ميدان سيف العرب. نسير مباشرة للمركز الأول، شاهين سالم بن ناصر بن خميس العمري يسيطر على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما يلي في المركز الثاني شان تعود ملكية الأحمد بن حميد بن محمد العويسي الذي ينطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز يتواجد في شاهين لسالم بن راشد العويسي انطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات. أما المركز الثالث يأتي في شان لحمد بن حميد العويسي، بينما المركز الرابع هناك من الجانب الآخر اللي ما شفت رغمة على المركز الرابع أخذ المركز الخامس، وألقى في خامس المراكز مهول لراشد بن محمد بن أحمد هناك على المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الأولى للمراكز المتقدمة في شوطنا الثامن عشر مع هذا الانطلاق والسيطرة تحت أقدام شاهين. سالم بن ناصر العمري يسيطر مع شاهين، يندفع مع شاهين على المركز الأول وعلى الانطلاق الأول. يا سلام العمري، مشاركات فعالة وأداء جميل، أشكرك على هذه الانطلاقات والتحديات الجميل والانفراد بالمركز الأول. هم صورنا ياخذ المركز الثاني، هناك كوكبة على المركز الثاني وتنافس قوي وتحدي جميل. الواصل كذلك لأحمد بن فارس العامري في ثاني المراكز على ما أعتقد هناك، ولكن خلاص العامري راح بالمقدمة، راح بالناموس وراح بهذا الشوط. شاهين لسالم بن ناصر العمري، تهانينا لحظات وصوله إلى خط النهاية في هذا المسار وفي هذا التحدي. وناموس المركز الثاني أي رقم 12 اللي هو الواصل عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري في المركز الثاني، بينما المركز الثالث أي رقم المركز الثالث وصل في شاهين لسالم بن راشد العويسي. هذه هي النتيجة، توقيت الزمني 2:13. تهانينا والناموس على هذا الفوز.